مالك راجع من نص النهار؟ خنازير 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 يا عالم. وانت يا افندي لو انت بدك تضلك قاعد في هالكرف. شو اللي داير عليه في الجريده؟ اخبار الامم المتحده؟ تصريحات الزعماء عن حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين؟ الدوله المزعومه؟ العوده الكريمه؟ اصحى يا غافل، اصحى يا متعلم. شوف شوف حالك كيف صرت، شوف حالنا. انا زهقت منك، زهقت من قعدتك وسلبيتك. عن الأوان تصحى، تصحى من أوهامك وأحلامك. أصحى، الدنيا هاي ما انخلقت للحال، مين فاهم؟ خذ امسك. وين بدي أروح؟ هو في معارف؟ هو في دولة؟ دروس خصوصية؟ أي شيء لوقت ما يصير في شيء، لوقت ما تجي وكالة الزفت. دروس خصوصية؟ حلوة. دروس خصوصية هي خلت الدنيا من المعلمين؟ هي خلت الدنيا تدوروا الناس على ابن مخيم يدخلوا دورهم؟ احنا طاعون، احنا حشرة، احنا وسخة. ما هو هذا هو اللي صار لي شهور بحاول افهمك يا ابو الفهم. انت من بيننا كلنا، كل ما عجلت في الطلوع من المخيم كل ما كان احسن لك ولنا. الدنيا كلها موجوده بريد المخيم، العالم كله تامر علينا ورمانا للخيمه، عشان هيك صار كله حقنا. اللي ملوش بيت كل بيوت حقه، اللي ملوش حق كل الدنيا حقه. اطلع لبرا يا استاذ، اطلع من هالكرف. بدل ما تتلكح تحت عمود خيمتك اخلع واطلع فيه، خذ حقك فيه بالمليحه ولا بالعاطله. كل ايش بيصير ولا بيصيرش، إذا إسرائيل قامت كل إشي بيصير. اللاجئ مش اللي طلع من دار لدار، اللاجئ اللي ارتمى في الخيمة، الخيمة اللي خلتنا غربة حتى هون في وطننا. ما هي برضو فلسطين، وإحنا فلسطينية، مهجر بخيمة ومهجر بدون خيمة. عشان هيك كل إشي بيصير، كل إشي بيصير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرف لي خيمة أبو أحمد صالح الشيخ يونس؟ هناك. يعطيك العافية. تين حماضية من تين شتابة. عاد يلا السلامة، وين تطعم؟ اللي له نصيب بيعيش وبيأكل منها. إن شاء الله نرجع على البلاد وبدناش هالنصيب من تينتك. يا ستي نرجع، خليها مني هدية وذكرى لإخواننا الوطنية، حلال زلال عليهم. إن شاء الله. العوافي. هذا بيت ابو احمد صالح الشيخ يونس؟ اذا بتسمي هاي الخيمه بيت. اي نعم، اهلا وسهلا، تفضل. اؤمر. ممكن اقعد؟ طبعا تفضل يا بنت، هاتي بطانيه. العوافي يا عمي، كيف خاطرك؟ ما تاخذنا، ما تعرفناش على الشاب. ما تواخذونيش، انا صبحي الذيب من شفا عمر. وانت مسعود ولا؟ لا انا مسعود. لكان انت الاستاذ علي. اه، وهذا بالتاكيد ابو صالح. يا
هلا. يا اهلا. يا هلا ومرحبا. يا هلا. بكينا نسمع فيك ايام الثوره، ايام كنا صغار. يا هلا ومرحبا. تفضل تريح. تفضل. ما دامك عرفنا كلنا، ما جبتش سيرة حسن؟ معناها عندك اخبار عن ابن حسن؟ قول يما، خبر وين شفته. وين رشدي؟ هياتي. تعال يا عمي تعال. اقعد بحدي يا رشدي. انا صار لي من يوم ما ضاعت البلاد وانا بدور عليك وعلى كرايبك. لك عندي امانه تعهدت لصاحبها انه اوصل لك اياها لو بكيت في اخر الدنيا. واللي بكت معه البارودة يما، شو صار فيه؟ الله يطعم كل مجاهد زي ما أطعمه، كسبها عند ربه، وإحنا ظلينا تنشرب الحسرة. يا يما! يا يما! يما! حسن، ذلك الشاب النبيل الذي قاسمني وقاسمته عمر الطفولة وشراع السنديان، ذلك الطفل عرف كيف يحل لغز الأرض وطلاسم الماء. كنت أتعلم لغة الكتابة وقواعد النحو حينما كان يتعلم لغة النهر والصخر والسنبلة. كنت أمتطي المعجم حين كان يمتطي الريح والعواصف. كنت أكتشف الأسئلة حين كان يعيش الأجوبة. كان يظن أني الجزء الذي لم يكن، والآن أعرف أنه الجزء الذي لم أكن. هناك في مكان ما أجهله وتعرفه النجوم يرقد أخي حسن. ها! أنا أبو زيد الهلالي سلامة. يلبس جلد الأرض التي أحبها. ألو بدك؟ يلا. ويستعير منها نبضه الجديد. أنا هنا أبحث عن الوطن الضائع في موال شعبي، وهو هناك يكتشف الأرض فيه. على عينيه ينمو عشبها وزعترها، ومن جرحه تتفتح شقائق النعمان وعروق الشومر البري. هناك هو، تكتبه الأرض وتعيد كتابته في كل فصل من فصولها. وأنا الذي سرقت منه الكتاب والمدرسة والمحبرة. أنا هنا أبحث عن الكلمة التي تصفه. أستعير جلده لأكتب عليه شعري فيه، ولأشعر ببعض الرضا. لعلي أتابع حياتي من جديد. حسن، أيها الشاب النبيل الذي ظلمناه وأنصفته الأرض، خالي. تعال يا خالي اقعد هون. هاي بارودة أبوك يا رشدي.
أبوك الشهيد الله يرحمه اشتراها من صيغة عرس أمك أيام الثورة. استقرضها خالك حسن وحارب بيها حتى استشهد. الاثنين اللي حملوها عرفوا قيمتها وصانوها. هاي ورثة أبوك وريحة خالك. في يوم راح تعتازها. هذا صراع طويل يا رشدي يا خالي، ما إله غير نهاية واحدة. طالما في فلسطيني واحد عايش في هالدنيا الحق بضعش. أحمد محمود أبو عارف. سالم علي مسعود الرجاء. إبراهيم محمد الصباريني. شكري محمود أبو زينة. سالم رزق الحوراني حسن. حسن محمد المغربي. ذيب عبد الرحمن أبو العارف. مبروك عليك، كربط فيه منيح، اوعى يضيع منك، بعدين ما حدا بيصدق انك لاجئ على سن الرمح لو حلفت 100 طلاق. ليش بتضحكوا؟ اللي مالوش كرتمان مالوش ولا ضايعة. مبروك يا اخوي مبروك، بوسوا وقعدوا، ترى هذا ابوك وامك. طب انا ابوي الله يرحمه ما طلع بايده يعمل لي اللي بيعمل لي يا كرت الموال. الظاهر ما انت عارف عبد الله ابو الخير. وخر لي يا اخوي وخر لي. طلع اسمي. انت فضه؟ فضه تانك سخام زي ما بدك، خلصني عاد روحي طلعت. ما بهمش يا اختي، ما بهمش، هسه كرت الموال برد لك الروح. يا جماعه نظام، وقت العيد. الزحمه والفضه مش راح اقدم اسم على اسم. سامعيش بكلكم الزلمه الغانم؟ ترى قاعد بكل جواهر. كل واحد بده يوصل كرت المؤن. وكالة الغوث والأمم المتحدة ما بتنسى حدا من خيرها. تعيش وكالة الغوث، تعيش وكالة الغوث، تعيش الأمم المتحدة. هي الأمم المتحدة ليش عملت وكالة الغوث؟ مش عشان اللاجئين المقطعين اللي زينا؟ بس عاد لحتى تغيث اللاجئين لازم يكون في لاجئين. مشان هيك صوتت لإسرائيل عشان تعملنا لاجئين، وبعدها تدير بالها علينا. ولك انت لسانك ما بنضب بثمك. شو ظل إلنا غير هلسان يا ابو محمود؟ انو بيتمسخر على حالته. اللي بدوش يطق ويموت. عادل سميح درويش. عادل سميح درويش وين؟ انا عادل. يا اختي زيحي يا كيف، كيف بدي اوصل للاخ؟ يا جماعه بعدونه خليه ياخذ بطاقته. لا تاخذنا يا بيك لاجئين. هذول برضه؟ وليش لا؟ كل واحد طلع من بلده بيحب كله، حتى لو بكى تاجر او حتى حاكم صلح وطلع بكل مصاري. تفضلوا تفضلوا. شو قال هذول لاجئين واحنا لاجئين. لاجئ عن لاجئ بفرك. ايه ما راحت الا علي زينة. المتعوس ايام الانتداب، متعوس بعد التهجير. سعيد يوسف عبد الرحمن. هذا اسمي. يا حلالي يا مالي، يا حلالي يا مالي، يا ربعي ردوا علي. يا حلالي يا تسلم ايدك يا وجه السعد، الله يخلف على الوكالي. يا حلالي يا مالي، يا ربعي ردوا علي. مبروك. عقبالك يا اخوي عقبالك. هسا عاد بقدر امشي وانا رافع راسي. اذا حدا وقفني وسالني مين انت بطلع له اياها. هاي هويه اثبات شخصيه. هسا بس انا صرت لاجئ رسمي. هسا بس انا صرت لاجئ رسمي. هسا بس انا صرت لاجئ رسمي. ساحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الغدا. فإما حياة تسر الصديق وإما مماد يكيد العدا. عيد عيد بس بصوت أقوى. سأحمل روحي على راحتي
كرة مش بحاجة لأنك شبه الوقت. الله يسهل عليك. جدو استنى شوي، اسا بطلع بشوفك. أبو أكرم بيك؟ صالح؟ قائد ابو صالح؟ معقول؟ اهلا اهلا تفضل. اهلا اهلا. ايش صفيت هون انت بالبلد وانا ما بعرف؟ ما بزورك ولا بتزورنا؟ ايش صفيت هون؟ قصدي من بعد الهجره. ابو صالح كيف عرفت اني هون؟ لا تاخذني من هون المفاجاه، نسيت الواجب. تفضل يا اخوي تفضل. لا معليش ابو اكرم بيك معليش. كيف معليش؟ ايش جاي ترد السلام وتمشي؟ تعال خلينا نفش قلوبنا لبعض، في عنا كلام كثير نحكيه. فوت. صاحي يا ابو صالح، اخر يوم شفنا بعض في حيفا وبعدين صار اللي صار وما حداش. يسلموا يا بنتي. بحبش اتذكر هذيك الايام، عشان هيك جيت على هالبلد. قلت بهرب من معارفي القدماء وخلي السياسه. اشتريت ارض هون بدي اعملها بياره. ايه وفي لي شويه مصالح في عمان مع اخوتي هناك. المهم كيفك انت يا ابو صالح؟ والله لو بعرف انك هون ما تاخرت عليك، بس يعني انا ما صار لي شهر ونص جاي. ما تشرب الشاي يا ابو صالح. تصور سلمى بنت ابني، انت ما قلت لهاش انت مين، مش هيك؟ وهي ما عرفتك. تصور ظنتك، يعني ما تاخذها، ظنتك انك جاي تدور على شغل في الحكوره. اللي قالته صحيح يا ابو اكرم، احنا كانت قيمتنا بسلاحنا. راح السلاح وراحت الارض واحنا انتسينا. تمنيت لو صابني طلق في راسي كان اهون. يا ريت موتنا ايام الثوره واحنا في عزنا. عزيز وراح تظل عزيز. لما رمينا البارودي رمينا نفوسنا معه، واللي رمانا اياها ظل رافع طربوشه في الجرايد قبل النكبه وبعد النكبه. ولما بتنجاب سيرة ثورة الثلاثينات هو اللي قاعد بيرخ لها كأنه هو اللي عملها. وبعدين اشتغلت له؟ لا، لقيتها ثقيلة علي زي ما هي ثقيلة علي. قعدنا شربنا الشاي واثنيناتنا تجاهلنا الموضوع. بعدين اشتغلت عندي لأكلم منه. على الأكل واحد ما بعرفني أيام عزي. بتتذكر يا علي أيام البلاد لما كنت صغير وتخرجت من القدس، قديش كنا نحكي عن ضرورة التعليم. هالوقت صار التعليم ضروري أكثر. الخطوة الأولى اللي لازم نشتغلها هي إنك تكمل تعليمك. وين إحنا في الحال؟ وين الدنيا؟ أنا بقولش بكرة ولا اللي بعده، بس كلنا لازم نتعاون. هي كاسة بتشتغل بمدارس الوكالة،
لما يتحسن الوضع والحال يساعد لازم تسافر لبرا تكمل تعليمك زي ما كنا مخططين قبل النكبة وأزود. يعني حملتوا هم تعليمي أيام البلاد وهسا بدكم تحملوه بالجديد؟ وين انت بده يجي دوري؟ يا أخوي تزعلش، إحنا إذا طلع بيدنا نعمل لك إشي بنعمله إلنا ولأولادنا، اعتبرها تجارة استثمار زي ما بيقولوا. هالاستثمار بيطول والناس بتكبر. ألك يابا، يابا خذ بيدي بدي أتمدد. والله ماني عارف شو بدنا نعمل هالختيار. انا خايف عليه من هالسهوة وطول العقود لحاله، يعني قصدي خايف على عقله. عقله احسن من عقلك، بس انت اللي مش فاهم. فاهم يمه فاهم. خرافكم قدامه عن التعليم، ذكروا لما بكى حسن الله يرحمه هو وعلي ولاد، وبكينا نقعد ونخرف عن تعليمهم الاثنين. بس يا حسرتي ظلت الحركة بكلبه لآخر عمره. لو تعلم مثل أخوه كان صار معلم وانشغل بالإشهادة والوظيفة. يما حرام الحكي. شغل بالشهادة عن إيش يما؟ عن الجهاد والشهادة الثانية؟ إذا كان هيك العلم بعمل فو عليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وإن الثورة إذ تستنكر اغتيال الشهيد أكرم السويدي لتذكر له سمو أخلاقه التي عرف بها ونبل صفاته ومواقفه الوطنية وتفانيه في خدمة أمته ووطنه وشعبه. قائد فصيل هالطين المجاهد أحمد صالح اليونس. أبو صالح كان زعيم إلى صولة وجولة، كان يحكم يحل ويربط. مين بيصدق انه بالوقت الحاضر اسا مرمي في خيمة منسية وبدور على شغل في الحواكير؟ وين العدل؟ وين العدل؟ يا بنتي كان اكبر طربوش يرجف قدامه، الناس فاتت طالعة من عنده وكل واحد فيه له قضية. لكن زعامته ما كانتش زعامة وجهات، لا كانت زعامة جهاد وسلاح. ايه راح السلاح وراحت معاه زعامته وبقيت زعامة الوجاهات. ويل العدل، ويل العدل. Thank you.
تودعت يا دار رايح غريب وعلى بلاد الناس رايح. يا عين بكي يا عين بكي وزيدي من النوايح عطراقي حزين الكلب نايا. يا يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي. ولك احنا ناقصنا هم تفتح مواجعنا، شوف لك اشي ثاني. اخ اخ يا حزركم، برجع اشوفك قبل ما اموت وبكتف برتكانها عن امه. ابشر يا سعيد ابشر، وانا اخوك ابو عطيه. ايش ابشر يا ابو عطيه؟ برجوع البلاد ان شاء الله؟ جيرت الله عليكم، اذا لقيتوني عايش ان شاء الله بتاكلوا من برتقال البلاد. أنا أم صالح من بلدياتكن يا أختي. مرحبا. أهلين. تفضلي. تفضلي، عزمتي حالك. عاد لما عرفت انك من حيفا قلت اجي اتعرف عليك. اهلا وسهلا. بس والله يا خيتي احنا مش مهجرين، قصدي انا تجوزت ايام البلاد وانتقلت مع جوزي لطول كرم قبل ما صارت الحوادث والتهجير. يعني احنا مش مهاجرين، جوزي موظف من قديم، انتقلنا كتير من حيفا لرام الله وبعدين هون. عارفة. وانتي شو اللي رماكي على هالغول بتتصفي؟ بلا مؤاخذة يعني. في المخيم؟ الاسم والنصيب يا خيتي. الله يساعد الناس كلها. وانتي الله يعينك. قصدي اللي متعودة على عيشة حيفا وأهل حيفا، يعني مش سهلة عليها. سأل الله هذيك الأيام. وين كنتوا ساكنين بحيفا؟ وينكم يا أولاد؟ انت بتزور بهالبلد؟ عامر ان شاء الله. اهلا وسهلا. كان نفسي اقول لك تفضلي عنا بس ما انت عارفه. استني يا ام صالح. خدي هدول للولاد وبتبقي بترجعي الصحن وقت. لا لا يا اختي، انا جيت عندك زياره زي ما الناس بتزوروا. معلش، الناس للناس. لا تسلم ايديك. عامر ان شاء الله. ان
شرفتي يا مصالح. بالله عليك تجعليها بعودة، وكل ما تحسي انه معاكي وقت زوريني. ان شاء الله. هذا من بركان البلاد؟ شم يا ابو محمود شم. مش بقيت تقول ان ريحته غير عن كل البركان؟ اي والله يا جماعه، قشروا الجير طلع عليكم، قشروا. وخشيت جوا يا ابو عطيه؟ يم خبطت بالبلاد؟ ما خبريش انه البيارات بتمشي على جريها وبتقطع الحدود وبتيجي على المخيم تنقطفها. اي والله يا ابو عطيه، الارض مطرحها ما بتمشي على اجريها، بس الزلام هي اللي بتمشي. تعال اقعد خرفنا. كيف خشيت لجوا؟ كيف شفت البلاد؟ ما خفتش؟ ما شفت يهود؟ قشر اول، قشر وبعدين السلافه. ولا هذا القميص إلي. ولا هات ولا، هذا كبير عليك. خليه للسنة الجاي بكون كبرت. هاتوا، هذا لأخوك صالح. لا إلي. ولا أسكت ولا، خلينا نشوف. إيه هذا يمكن يجي على عيشة. مرت خالد شوفي هالبوكجة شو بناسبكم منها يا حبيبي. وانت وستك وسيدك؟ فيش فيها اشي بناسب ستي وسيدي، وانا لكن قميص وجربات. طيب يا حبيبي، تسلم ايديك. هاي القرافة، ضايل بس البدلة والقميص والكندرة المناسبة. الله يخلف على الوكالة. كومي كومي، خذيهن لدار اخوي شوفي شو بينفعهم منها. انا شايف فستان اللي بتلبسه ام صالح وشغل اولاد. لا يا اخوي، هم طلعوا لهم بكجه وهي بكجتنا. اللي بيناسبك بيناسبني، خذيه، حدا مربط ايديكي. بس ما انتي شايفه. ولو، كل واحد ونصيبه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ترميهن ولا تاخذيهن لدار اخوي؟ اللي بنلبسش له عوزه ثانيه. وايش عوزته؟ بكده، بعمل منه غطا مخده، كيس، اي شيء. منين جبتي هاللقية؟ كان بسأل. كعين وشربي ميتهن يا بنت ابو عايد. الله يغني دار اخوي عنك وعن بوكشتي. طيب يا جماعة، السلام عليكم. بشوفك مش ماخذ زوادتك معك. زوادة؟ ليش الزوادة؟ طالع تنطر في المكاتي من بعد الظهر لبعد الصبح ومش ماخذ معك زوادة؟ لطيفة، سري لجوزك. لا لا، ما فيش داعي. قصدي أكلت قبل شوي، مش رايح أتعشى بعد شوي. إن شاء الله الصبح بفطر هون. ادعي لي يما. روح يما، الله يرضى عليك ويفتح بوجهك ويبعد عنك اولاد الحرام. ايه يا قادر. وانت يابا؟ الله يرضى عليك. وانت يما يا علي، وين رايح؟ بدي اروح مع راس الشارع يما. يعني شوال بركان محرز المخاطرة؟ مش مسألة شوال بركان ولا ايش؟ صابتك فجأة بتشوكوا حنين الوطن الضايع؟
فجأة؟ قصدي مش طبعك، مش راكبة. مش راكبة على شخصيتي. أحمد أخوي بتركب، أما مسعود طول عمره بيمشي الزيك الزيك وبيقول يا ربي السترة. أحمد تاريخه معروف. حسن الله يرحمه دب على الموت واستشهد، وعلي أبو العلوم. أما مسعود بس شاطر في الحسابات وبيعرف وين مصلحته. تقول عاد حسابات بنك تحت إيدي. العفو مش هيك. لا 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 مزبوط، أنا هيك ما فيش إشي أسحي منه، بس أنا مش جبان وبلادي مش رخيصة علي. أظو إذا بتحتاج تقطع الحدود وتعرض نفسك للموت عشان تثبت لحدا أنك مش جبان وبلادك عزيزة عليك. يمكن بدي أثبت لنفسي مش لغيري. ليش ما حاولت تثبت لنفسك لما كان الموت له قيمة ومعنى، لما كان في سلاح وحرب وجهاد؟ صحيح، في الوقت اللي بتحكي عنه كان الموت له معنى وقيمة، بس هسا بعد حياة المخيم الحياة اللي ما عاد لهاش قيمة. الحدود اللي خايف علي منها هي مش كل الحدود اللي راح يصدم فيها اللاجئ. صدقني يا علي، في الحد اللي بين خيام المخيم وبيوت المدينة، في الحد اللي بين اللاجئ وبين الاحترام والتقدير وفرص الحياة، في الحد بين اللاجئ كلاجئ وبين انه يحمل قضيته على ايده، والحد اللي بين اليهود وبيننا خلق معاه كل هاي الحدود، وانت اكثر واحد فينا بتحسبها. اذا انا قطعت الليلة الحدود اللي بيننا وبين ارضنا المحتلة وخبطت في تراب بلادنا الضايعة وحطيت ايدي على شجرها وثمرها، معناها اني بقدر اقلع باقي الحدود الثانية. فاهم علي يا علي؟ فاهم شو اللي بقوله؟ مع هذا كله اي نعم بدنا برتكان الاكل، واذا ضريت اجرنا على الطريق بعدها ان شاء الله منجيب بكر. البكره الهولنديه بتنباع برات مليحه، خبطه خبطتين منفرج عن حالنا شويه. السلام عليكم. السلام لك لكمة معاه بعدين. بعدين يما بعدين. مالك على ساعتها الصبح رايح جاي؟ ولا شيء يما، ولا شيء ولا شيء. يلا يا اولاد يلا قوموا عشان تلحقوا المدرسة، انا كمان بدي اعرف افنس. يلا يما يلا. صباح الخير استاذ علي. الله يمسيكي بالخير. طالع معنا على المدرسة يا خالي؟ على المدرسة؟ اسمعي رشدي، إذا كان تأخرت شوي قول للطلاب إنه تعبان شوي خبرهم. ها؟ يلا يلا يا أولاد. تعبان شوي ها؟ إيش اللي تعبان يا علي؟ مالك؟ تعبان شوية، أنا مغص. شوية مغص؟ بتأخر الأستاذ عن شغله؟ كل واحد منا ينزف دم وهو بقطع الجبال. يلا احمل كتبك وروح على المدرسه. يلا الله يصبحكم بالخير يا جماعه. صباح الخير. الله يصبحك بالخير يا استاذ. الله يصبحك بالخير. صباح الخير يا عائشه. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. يلا يا علي يلا
شو قصة مسعود بعده ما طلش؟ بل في حدا بنطر لهسا؟ ليكون حاط عينه على واحدة ثانية وتجوزها من ورا ظهورنا وبيبات عندها. يا أخوي إذا بلاكي واحدة مضروبة على عينها تتجوزه، الله يهنيها ويهنيه. اللي بيقدر يروح وبيده كيس بورتكان بلاكي 100 واحدة تتجوزه. مسعود تفضحناش. الله يقطعك يا زلمة. زلمة راجع من نطرة ولا من سفرة؟ شو القصة؟ والله لا والله بس يعني شفت حلم مزعج، مزعج كثير. الحمد لله يعني ماشي الحال. تعالوا تعالوا. هذا برتكان؟ خذ حسه وشمه. منين لك؟ ما يكون سرقته. سرقه؟ يمكن اللي اخذته من عنده بكى سارقه. وين رايح يا علي؟ تعال دي الحق المدرسة، دير بالك على حصتي تأرجع. هذا اللي بكى منغوص قبل شوي. كل يابا كل، كسر واحدة ثانية. أنا أقدر أكمل اللي بإيدي. كيف شايف البرتكان يابا؟ مليح. بس وين هذا البرتكان من برتكان البلاد؟ اللي الحبة تبكى ريحتها تفحفح من دار الجيران. قولوا يا جماعة، كلي مرت عمي. أنا شبعت الحمد لله، كلي أنت، ما أنت هسه بتاكلي عن اثنين. تعالي تعالي، اتفضلي اتفضلي. يلا من هنا من هنا من هنا. خذي يا عيشي، خذي يا ولاد، خذي خذي يا رشدي. يا من أشبه أباه فما ظلم. وين يا ستي؟ رشدي رشدي.